متنوعة ومختلفة، وواضح أنه مازلنا نعيش على وقع الفترة الانتقالية، التدابير الاستثنائية. لكن خلينا نقول أنه أهم حدث تقريبا في الأسبوع هذا هو إشراف رئيس الدولة على مجلس الوزراء. رئيس الدولة يتحدث بطبيعة الحال في عديد المواضيع، لكن ما سجلناه في هذه الكلمة بالذات هو أن الرئيس بدأ ينتبه ويلتفت ويهتم بالشأن الاقتصادي والاجتماعي، بدأ يدخل في الصحيح كما نقوله احنا، وبدأ ربما يدرك أنه أولوية الأولويات بالنسبة للمواطن التونسي تتمحور خاصة على قدرته الشرائية، على قفته كيفاش وقتاش وباش ينجم عبها. هذا تقريبا أهم كلمة جاء في الأسبوع هذا. لكن الكلمة هذه ما تحدثتش فقط على الشأن الاقتصادي والاجتماعي، لكن تعرض هذا المسائل الأخرى هامة وهامة جدا. دعوة رئيس الدولة وزيرة العدل إلى معناه إعداد مشروع قانون لمراجعة ربما صيغة وتركيبة المجلس الأعلى للقضاء. بطبيعة الحال زاد رئيس الدولة تحدث على نقطة اعتبرناها هامة برشا، وهي التدقيق في القروض والهبات اللي تحصلت عليها تونس على امتداد العشر سنوات المقضية. وكان هذا المطلب نتاع كل تقريبا القوى الحية على امتداد سنوات وسنوات، لكن في كل مرة كان هذا الملف يطمس ويهمش ويركن في الزوايا، حتى لما طالب به الاتحاد العام التونسي للشغل وتشكلت لجنة داخل البرلمان للاشتغال على المسألة المهمة هذه، لأن المطلب هذا راهو لازمنا نقوله ماهوش فقط مطلب داخلي، بل أنه جهات أجنبية مانحة هي التي طالبت في أكثر من مرة على ضرورة تبيان ومعناه كشف وين مشات الإعانات هذه. راهو نحكيه تقريبا على 95 مليار دولار، يعني مبلغ هام وهام جدا. هات أخوي احنا ما نتهمو حد، هام ما فيها باس دينار، أما ما فيها باس أنه على الأقل نشوفوا الفلوس هذه وين ماشي. هذا أخوي رصدت لما فيه خير البلاد والعباد، مرحبا هات نبدأ وتوا ندخلوا في جديد. وإذا ثم تجاوز هات كل واحد صراحة يتحمل مسؤوليته. لكن زاد كما قلنا في كلمة الرئيس وردت كلمة أثارت لغة كثيرا، وهو دعوته المواطنين أو الوطنيين الصادقين إلى تطهير البلاد. وللأسف الكلمة هذه هي اللي شكلت محور الحديث في شأن العام وفي معناها وسائل التواصل الاجتماعي، وتم بطبيعة الحال قراءتها بشكل مكثف، وكان كل اتجاه يدعو إلى ضرورة الاحتياط والتحوط من هكذا عبارات تحمل من الخطورة شيء الكثير في ظرف تعيش فيه البلاد على صفيح ساخن وحالة احتقان تقريبا غير مسبوقة في تونس. وبالتالي تصبح كلمة الرئيس عندها ثقلها وعندها معناها تداعياتها. بداية الأسبوع زاد شهدنا فيها حدث إعلامي هام، غلق قناة نسمة و معناها حنا بعل تتولى بنفسها معناها غلق القناة متاعها بداية من نهار الجمعة في منتصف الليل، وذلك تنفيذ معناها لقرارات الهيكة. هذا زاد خلف برشا برشا حديث وبرشا نقاشات بين ما الخضوع إلى القانون وبين الانطباع اللي خلفوا غلق قناتين سواء في الداخل لكن خاصة في الخارج، وكيفية قراءتهم حتى من قبل خصوم الرئيس قيس سعيد، باعتبار أنه ربما الخارج اليوم اللي قاعد ينبه من خطورة الانزلاق إلى مسار ديكتاتوري، غلق قناتين في قيمة نسمة وحنا بعل كي نقولوا زوز قنوات هذوما. راهو حنا بعل هي أول قناة تلفزية خاصة، ثم تلتها قناة نسمة، وكان هذا بطبيعة الحال قبل سقوط نظام بن علي. بطبيعة الحال فما عديد اللقاءات الأخرى النقاط الأخرى اللي باش نحاولوا نتوقفوا عندها، لكن خليوني نرحب بضيوفي، وأنا معناها سعيد جدا صراحة أنه ضيفنا اليوم الأستاذ
الجامعي المحلل للخطاب الإعلامي السياسي أستاذ صلاح الدين الدريدي. مرحبا بك صلاح، سعداء بأنك تكون معنا اليوم بعد طول غياب تحضر معنا، وأكيد أن الإضافة متاعك ستكون هامة وهامة جدا بحكم الاختصاص. معنا أيضا الصديق النائب المعلق الأستاذ حاتم المليكي. حاتم مرحبا بك. الغالب ما نجمش ما نقولهاش كلمة معلق، ما نحبهمش التوصيفات المجمد والمعلق، لكن ضروري يلزمنا نقولها من باب الأمانة المهنية والعلمية. مرحبا بك حاتم. مرحبا وتحية لكل مستمعي راديو مال. فوالا دونك بطبيعة الحال يرافقني كالعادة صديقي المحلل السياسي إبراهيم الوسلاتي. مرحبا بك إبراهيم. صباح الخير كافة المستمعين والمستمعات. نخرج هالفاصل القصير هذا ثم باش نبداو في استعراض الفقرات نتاع البرنامج نتاعنا فقرة بفقرة. أعطيتكم أهم ما صار في الأسبوع هذا، لكن بطبيعة الحال فما عديد الأحداث الأخرى اللي تستوجب التوقف عندها. انتوما تسمعوا في راديو ميد، في راديو ميد عصام في نابل والحمامات و 104.1 في تونس ويكابو. راديو ميد، راديو ميد، راديو ميد، une vague de bonheur. Dimanche presse. مرحبا بكم من جديد. بالنسبة للسادة المستمعين مازالوا كي تحقوا بينا، نقول أنه اليوم ضيوفي السيد صلاح الدين الدريدي والسيد حاتم المليكي، رحبوا بهم مجددا. هات نبداو من حدث ربما مر مرور الكرام، لكن واضح أنه عنده دلالات كبيرة لأنه علقنا عليه أمال أكبر. نحكي على عودة السيدة نجلة بودن من المملكة العربية السعودية بعد ما حضرت أشغال القمة، قمة الشرق الأوسط الأخضر. كنا نعرف أن ربما الزيارة هذه ما كانتش فقط لتسجيل حضور في قمة عالمية حرصت المملكة العربية السعودية أنها تحتضنها، كنا نتوقع أنه زاد من خلال لقاءاتها مع كبار المسؤولين السعوديين أنه فما حديث على إمكانية وصول مدد مالي، خاصة استنادا حاتم إلى ما سبق وصرح به مسؤول سامي بالبنك المركزي، قال أن التفاوض مع الإخوة السعوديين والإماراتيين قطع شوطا مهما. فما المرة الحاجة الأولى اللي هو حرب التصريحات اللي صارت ما بين بيان مجلس إدارة البنك المركزي اللي يقول الوضعية المالية تاع تونس صعيبة خاصة بالنسبة للتمويلات الداخلية والخارجية، جان بعد تصريح المحافظ واللي هو غريب جدا معناه بعد بنهار من زيارة من البيان وزيارته الرئيس الجمهورية ويقول لا الوضعية باهية، وما نعرفوش اسكو مجلس الإدارة هو اللي غالط والمحافظ صحيح ولا المحافظ غالط ومجلس الإدارة صحيح. جان من بعد تصريح هنا ربما باش نوضحوا نقطة إذا تسمح حاتم، أنه يقول لك علاش الوروان العباسي في البلاغ كان في منتهى التشاؤم خرج من عند رئيس الدولة أعطاه تصريح إيجابي. بعض المعلومات التي تسربت تقول أن الرئيس أبلغ السيد محافظ البنك المركزي بأنه فما مدد جاي من دول شقيقة، ومن هنا ربما تغير موقف المحافظ. بالفعل الدول ما تدارش بالطريقة هذه، أنا بالنسبة لي فماش دولة تحترم روحها تسير روحها بالطريقة هذه. إذا أبلغوا أنه فما مدد موجود يخرج محافظ البنك المركزي يقول خلافا لما ورد في بيان مكتب مجلس الإدارة، لأنه احترام مجلس إدارة البنك المركزي المحافظ ما يخوش قراراته وحده، يقول رو أعلمني سيد رئيس الجمهورية بأنه فما مفاوضات تتقدم متقدمة وفما مبالغ مالية محددة نحكيه عليها، ما نضربوش مصداقية البنك المركزي. فماش واجب تحفظ؟ لا فماش واجب تحفظ في أمور تتعلق بالدولة، وإلا خرج من بعد تصريح أغرب منه كثيرا من عند واحد مدير في البنك المركزي يقول عنا مفاوضات متقدمة مع الإمارات والسعودية. دونك أنت يا إما مجلس إدارة ما في بالوش اللي فما مفاوضات في البنك المركزي، وهذه فضيحة كبرى إذا كان في بالوش، يا إما في باله وخرج بيان وما ذكرش فيه أنه فما مفاوضات وهذه فضيحة أكبر منها هي، يا إما دار كلام غريب ما بين رئيس الجمهورية ومحافظ البنك المركزي. حسيلوا لفير هذه بكلها سوء إدارة واضح للشأن العام في مسألة دقيقة جدا، المسألة المالية. نجيو توا الأشقاء السعوديين والخليجيين. المملكة العربية السعودية دولة محورية في المنطقة العربية كيما الجزائر كيما مصر، هو دول محوري للأسف بعد ما طاحت العراق وسوريا. دونك هذه دول مهمة ياسر بالنسبة لعلاقاتنا معهم في المحيط العربي اللي موجودين فيه. يظهر لي المملكة العربية السعودية أكثر دولة قدمت مساعدات في الكوفيد لتونس،
أكثر دولة كانت موجودة معناها لمساعدة تونس، وكل الناس الكل تعرف أنه فما حتى استثمارات على شكل هبات أعطتها المملكة ولم تنفذ في عهد النهضة لأسباب ممكن تكون سياسية. دونك أنا شنو نقول، احنا التوانسة المشكلة عنا، احنا عنا مشكلة. استدعاء تونس لحضور القمة اللي عملتها المملكة العربية السعودية يعتبر تكريم لتونس، راو لأنه كانت تجب تستدعي أي دولة أخرى من محيط السويد الجنوب باش تحكي على التغيرات المناخية. ظهريش تونس دولة مهمة ياسر في التغيرات المناخية الدولية، لا تنتج في برشا كربون، لا عندها صناعة كبيرة متاع CO2، لا عندها فلوس باش نجم تحارب الاقتصاد الأخضر ولا باش تعمل حاجات من هذوما. يظهر لي كان تكريم من المملكة العربية السعودية. السؤال هو احنا شنو سياستنا الخارجية؟ هذا هو السؤال. انت اذا كان مش تبقى نحن قاعدين على باب جامع كل واحد يجي خارج نقول له بالله يشدك في ولدياتك وصغيراتك ويرحم والديك وعنوب عليك ربي واعطينا حويج. يزمك انت تعرف شنو سياستك الخارجية، شنو طالب وشنو عارض على الدول الاخرى وشنو برنامجك. انت مشيت للفامي قالوا لك برنامجك ضعيف ونسختك ضعيفة ما تجيب لكش فلوس، برا عايش وليدي روح حسن خطك ويجي ارجع عنه. مشيت للدول الخليج وماكش عارف روحك شنو تحب تعطيهم وشنو تحب تعمل بالضبط. اليوم قاعد تتحدث على انه عندي مساعدات باش تجيني. الدول ما تدارش بالطريقه هذه. لما نقولش نحن نلوموا على المحور هذا ولا المحور هذا، يزمك انت عندك سياستك الخارجيه تكون واضحه، تكون عندك علاقات مع دول على قاعده مصالح مشتركه دقيقه وواضحه، وتكون صريح مع شعبك تقول هاو الخيارات اللي اتخذتهم الدوله التونسيه وهاو شنو برامجنا مع الدول الشقيقة وشنو نجم. الحاجة الأخيرة، إذا نحن مش نبقوا في سياسة التسول هذه، أعطتك المملكة العربية السعودية، أعطتك اليابان، أعطتك الولايات المتحدة، عندهم 10 سنين يعطوا فيك هي من بعد. إذا طبعها ونسمع في العباد إن شاء الله يا ربي ما نكملوش العام ويعطونا 3-4 مليار باش نجم نخلصوا بهم ديون ونجم نسلكوا بهم روح. هي وذلك مش بتقيدوا لك دين على العام الجاي، انت السنة تخلص في 15,000 مليار أصل الدين والانتريس متاع في العام الجاي. شو داش تخلص 16,000؟ منين باش تجيب؟ باش تعاود تمشي تتسول؟ تحويل تونس إلى دولة متسولة هو كارثة كبيرة على مستقبل تونس وعلى مستقبل تونس. طيب يقول لك هو معناها المنظومة الحاكمة الجديدة برئاسة قيس سعيد هي ورثة هذا الخراب المالي، خلينا نقوله. وشفنا أمام توتر علاقتنا بالمانحين الدوليين وبالكبار معناها الدول المتنفذة في القرار المالي الدولي، أمريكا والاتحاد الأوروبي، بقات كان العلاقات هذه البينية. لكن أستاذ صلاح شفنا أن العربية السعودية واضحة أنه ما عندهاش مشكلة فلوس كما كان يحكي توا، ربما الرؤية التونسية الدبلوماسية التونسية مازالت ما استقرتش على توجه معين يمكن أن يقنع الشركاء بما فيهم العرب بأنهم يستثمروا في تونس أو لا. لأن السعودية في نفس الفترة اللي مشات فيها نجلة بودن وروحت أبارامو يدها فارغة، منحت الباكستان 3 مليار دولار وتعليل قالت راو الباكستان تمر بأزمة مالية ضائقة وبحكم وباء الكوفيد. يعني تقريبا نفس الوضعية متاع تونس. تونس مفروض دولة شقيقة للعربية السعودية، باكستان تتسمى دولة صديقة. هل هي رسالة زادة من المملكة العربية السعودية إلى تونس؟ راني مانيش قاعدة نفرق في الفلوس كما يجي كما جاء معناها في لطف. هي قبل أن نتحدث أو أن نحكم على أنها رسالة أم لا، نطرح الموضوع على ضوء ما تفضل به السيد النائب. هل فسر أو قامت الرئاسة بتفسير ما حصل؟ هل قامت رئاسة الحكومة بتفسير ما حصل؟ ما حصل في الزيارة؟ في الزيارة لماذا ذهبت؟ لماذا قررنا أن تمثل تونس؟ بماذا قامت أو ماذا فعلت؟ ثم بماذا عادت؟ في غياب هذه المعطيات، وهي معطيات تؤشر إلى صمت إعلامي وصمت اتصالي رهيب وغير مفهوم من جانب الرئاسة ومن جانب الحكومة، وصمت يضاف ويعقد فهم الخطاب السياسي أصلاً اللي هو معناها فيه يعني ردهات كما يقولوا معناها واضحة وردهات أو جوانب غير واضحة. إذن أنا أطرحها المسألة إعلاميا واتصاليا بطبيعة الحال على ضوء المعطيات اللي يتم نشر ويتم الاطلاع عليها. الاستنتاج سهل والاستنتاج واضح أنه الزيارة حتى لا نقول أنها فشلت، لم تنجح إلى حد التاريخ. إلى حد اليوم لم نعي ولم نفهم ولم ندرك
لماذا حصلت هذه الزيارة وما هو مردودها وبماذا عادت إلينا رئيسة الحكومة. إذن بلا فوش دي شوز مش تقول ألم يكن من الأفضل أن السيد الرئيس هو اللي يتواجد في القمة هذه وتكون عنده لقاءات مباشرة مع عدد من قادة العالم وخاصة القيادات السعودية اللي ربما فرصة باش تصير هكا اللقاء، نعرف العلاقة مع الإخوة في الخليج راه مش كيما تصير مع في أوروبا ولا في أمريكا، يعني فما ساعات تفاصيل صغيرة تخلق صداقات وتخلق معناها حاجاتك اللي تكون أسهل من بعد في فض عديد معناها الأمور العالقة. ألم يكن من الأفضل ربما السعوديين هما بيدهم كانوا ينتظروا زيارة رئيس الدولة بنفسه؟ لأن الدعوة يبدو لي وجهت رأسا إلى السيد رئيس الجمهورية وهو من كلف رئيس الحكومة بتمثيله في هذه القمة. حب نفرق بين حاجتين، رئيس الحكومة مشيتش في زيارة رسمية إلى العربية السعودية، ذهبت للمشاركة في قمة، قمة هذه المناخ الأخضر ولا الشرق الأوسط الأخضر. ثم أنا في اعتقادي كانت لها لقاءات مهمة على الأقل للتعريف بنفسها، من بينها التقت معناتها ولي العهد السعودي، التقت يعني وزير الخارجية الأمريكي السابق وجون كيري اللي هو مبعوث الرئيس بايدن لهذه القمة، التقت رئيس الحكومة المغربية ورئيس الحكومة الجزائرية، وأول لقاء في هذا المستوى بين تونس ولا والمغرب في هذا المستوى. اثنين، أحب نضيف حاجة، أنه إحنا ماشي في بالنا ربما الأخوة الخليجيين عندهم فلوس يفرقوا فيها، ولكن هما رمي يعطيوا فلوس من أجل الاستثمارات. أحب نذكر بحاجة، أنا نذكر ونعرفوا إحنا زيارات العاهل السعودي في الخارج راهي محسوبة ومدققة. العاهل السعودي وقت اللي جاء في زيارة رسمية إلى تونس قبيل القمة العربية اللي أشرف عليها المرحوم باجي قايد السبسي، تنقل هو الباجي قايد السبسي إلى القيروان لوضع حجر الأساس للمستشفى السعودي بالقيروان، وحسب التصريحات حتى متاع السفير السعودي في أكثر من مناسبة أنه الاستثمارات هذه موجودة مرصودة، ولكن إلى حد الآن ما رينا منها حتى شيء. نخافوا للحجر الحجر متاع وضع الأساس هذا يسيروا كما الحجر متاع كلية الطب في مدنين. فمن اثنين، حب نذكر بحاجة، أنه السيد يوسف الشاهد لما كان رئيس حكومة أدى زيارة رسمية إلى العربية السعودية وتحدث عن دعم واستثمار سعودي بقيمة 2400 مليار دينار تونسي. نحب نعرف هذون موجودين بالحق مرصودين ولا لا، شنو اللي صار فيهم؟ هذه المشكلة. دونك إذا كان فما تباطأ والبطء راهو منا احنا، راهو مش من الاشقاء السعوديين والخليجيين، راهو اذا كان احنا باش نقعدوا مدين يدينا للطلبة ما عادش يعطيك هذاك. اعطات مساعدات تو ذكرها تو معناتها الصديق حاتم منذ حين قال لك السعودية من اكبر الدول اللي دعمتنا خاصة في الكوفيد. لا وفما معناها تو احنا انت جبت على نقطة مهمة، وين وصل مشروع المدينة الصحية في القيروان واللي تمويلها السعودي موجود، ونعرف انه معناها قطعة الارض تم اقتناء 75 مليون دولار، 70 للمستشفى وخمسة لترميم جامع عقبة بن نافع في القيروان. هذوما موجودين طيلة 6 سنوات، ونجم نقولوا انه المملكة تتسمم الدول صبرت ياسر على تونس لانه المفروض تسترجعهم الاموال هذوما وتنهي هذا الهيبة. واكثر من هكا لانه تو شوف راهو كي نعملوا السياسة يا نعملوها على قاعدة يا خلوها ربما الناس تفهمها. وقت يجي انت سعودية عندها مولت لك مشروع صحي طبي في القيروان ورصدت لك المبالغ المطلوب، بعد يجي رئيس دولة يقول نحب في القيروان نعمل مشروع صحي بتمويل قطري، واحنا نعرفوا نوعية العلاقة بين السعودية وقطر حتى بعد انفراج الأزمة، لكن وراء الأكمة ما وراءها. ايه دونك انا عطيتك باش تعمل مشروع سعودي في القيروان، جيب لي انت غريمي القطري وتقول لي انا باش نعمل زادة نفس المشروع في القيروان. ايه لا خذينا فلوس من قطر ولا نفذنا المشروع نتاع الاشقاء السعوديين. شوف جبدنا مثال تو على باكستان، تعرف معناه توتر العلاقة في السنوات الأخيرة بين الباكستان والسعودية حاجة تقريبا كنا نعتقد أنه لن تعود العلاقات لما كانت عليه، لكن تطلب 4 أو 5 زيارات من عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني. منهم مشكلة صارت يا إبراهيم، يكتب سي عمران خان تويت يدعو فيه الشعب الباكستاني إلى متابعة مسلسل أرطغرل التركي في ذروة
الصراع الأزمة الخليجية بين قطر تركيا وبقية السعوديين والإمارات، وكانت التدوينة هذه كافية لقطع تقريبا العلاقات. بعد اشتغلت باكستان على إعادة العلاقات وعادت، وهو شفنا الثمرة اللي هي 3 مليار دولار. لكن اش قولكم في الطرح اللي يقول لك راو السعوديين والإخوة الخليجيين ما يخرجوا دولار إلا بموافقة مباركة أمريكية؟ اليوم علاقتنا مع أمريكا فها معناها خلينا نقوله تشنج وتوتر باش ما نقولوش قطيعة. هل أن القرار الأمريكي هو اللي حدد السعودية تخرج ولا ما تخرج؟ أزم احنا في تونس معنا تجارب في العلاقات الخارجية، أكثر شخصا نعتبره ذكي فيها كيفاش يعمل هو الحبيب بورقيبة. كيفاش نجح في عالم فيه وارسو وفيه الناتو وفيه الروس الاتحاد السوفيتي والأمريكان، وعرف كيفاش يخلق الروح ومساحة بين الدول العربية من غير ما يمشي بارشة في المنظومة العربية، ولكن عرف كيفاش يلعب معهم هما. السياسات الخارجية هي سياسات متاع مصالح، كل دولة تتعامل بمصالح. الفرق الوحيد بالنسبة لدول الخليج أنه طبيعة العلاقات كما ذكرت أنت الشخصية مهمة ياسر، لكن كان نشوفه تو احنا في العام الأخراني بالنسبة لتونس وهمنا العباد أنه ليبيا مش تعطينا فلوس، وأنا كنت قلت من الأول راه خطأ كبير أن تتعاطى تونس مع ليبيا على أساس أنه ملف إعادة الأعمار وتشغيل واقتراض، راك تخسرها ليبيا وانا نخسروا فيها بشوي بشوي احنا ليبيا، لانه لم نتعاطى بشكل جيد مع الوضع في ليبيا. واليوم تقريبا بين تركيا ومصر كجل الاستثمارات الكبيره مشات غاديكا مع بعض الاستثمارات الاوروبيه والامريكيه اللي موجوده. دخلنا من بعد في حكايه انه لا لا فهمين ما يطيحش تونس وما يخليش تونس تطيح، وصلنا معاهم لدرجه انه انقطعت ما هم يقولوا نواصلوا نحن بالنقاش، ولكن هذيك دبلوماسيه راه مقصود به انه هي دوله عضو في صندوق النقد الدولي وعندها مساهمات. لو كان نحكيوا اما فما حتى شيء جدي، كنا نحكيوا على انه لا الولايات المتحده ما تخليش تونس تطيح، وشفنا التشنج الاخير مع الولايات المتحده الامريكيه. دخلنا في دول الخليج هم مش يعطونا الامارات والسعوديه، هي مش تعطينا قطر. احنا في تونس ما عادش عندنا سياسه خارجيه، ما عادش عندنا شكون ينجم يستثمر الدور التونسي، الموقع الاستراتيجي وقدرة تونس أن تلعب دور إقليمي في المنطقة هذه. يظهر لي ولينا كالطالب الركيك من بلاد لبلاد قاعدين نتساولوا، ويظهر لي فقدنا قدرتنا على أن نقدم تونس كلاعب دولي ينجم يخدم مصالح دول معينة. عندك البحر، عندك المتوسط، عندك القرب من ليبيا ومتزاير، عندك الباب على إفريقيا، عندك اللوجيستيك، عندك التكوين متاع الناس ولاد العاملة، عندك ألف أطو باش تنجم تدقض على طاولة المفاوضات وتحكي على مصلحة الدول أن تستثمر في تونس وأن تلعب تونس دور اقليمي. احنا ماناش قاعدين نلعبوا في الدور الاقليمي، نحن فاش نستعملوا؟ قاعدين نستعملوا في العلاقات الخارجيه باش نصفوا عركتنا الداخليه. انت تمشي لقطر نمشي لك انا للامارات، انت تمشي لمصر نمشي لك انا للجزائر، انت تهرب للمغرب نمشي لك انا لدوله اخرى. احنا جوله متخلفه في سياستها الخارجيه في عوض تستثمر قدرتها هي على انه تلعب دور اقليمي وتولي شرشارة تاع فلوس. قاعدين نصفوا في علاقاتنا نحن مع بعضنا، وانت اعطاك فلان انا اعطاني فلان. هذه سياسة تخريب للتونس. في الاخر تعرف شو نعمل نحن؟ في الاخر مش تتفهموا هم علينا ومش نلقوا نحن راهدا نضربوا في بعضنا بالكف. يا اخي ما عملناش العركة نحن عمارات قطر ومن بعد تفاجئنا نلقوهم في العالم مجلس التعاون الخليجي راجع البعض. العالم كامل يا لطفي في باله قبل بعام انه مش يمشيوا الى مصالحة خليجية ومش يرجع مجلس التعاون الخليجي يخت، ومش يرجع يخت، ونحن الوحيدين مازلنا نتعاركوا. العالم كامل فهم الوضع في ليبيا مش يتحسن ومش تمشي إعادة الأعمار ومش تمشي ناس، ونحن نهار كامل واحد يستقبل في شيوخ قبائل والاخر ماشي الحفتر والاخر ماشي للسراج والاخر يدعم في الليبيين باش يتعاركوا في بعض، ومازلنا التو نرتكبوا في حمقات خارجيه مش تدمر تونس. إيه لكن المفروض هذا كان معناه خلينا نقولوا مفهوم وقت كان ثم 3 رئاسات المجلس ومشاكله معناها مع الدول هذه، شق ضد قطر شق ضد السعوديه، رئاسه الحكومه شفناها في منتهى الارتباك، ورئاسه الدوله كان زاد عندها نوع من الارتباك في التعاطي مع شان الخارجي. لكن اليوم ولت عندنا رئاسه واحده، اليوم ولت عندنا مفروض دبلوماسيه واحده. السياسه الخارجيه راهي ما ترتبطش بالتغيرات السياسيه الداخلية. الروس يقلبوا رئاساتهم وبلادهم ويخلوا لافروف هو الخارجي. قلنا اليوم مفروض تتوضع الرؤية هذه مدام القرار السياسي والدبلوماسي أصبح بيد واحد. بعد الفاصل هذا نرجع لاستئناف بقية النقاش في المسألة هذه، وباش نحكيه بزيادة على الكلمة اللي قالها عبد الحميد الدبيبة ومدى تداعياتها زاد على العلاقات التونسية الليبية. نحكيه على الخليج ونحكيه على ليبيا، راهم نحكيه على تقريبا الرئة الأخيرة التي يمكن أن يتنفس بها الاقتصاد التونسي المختنق أصلا. ديمانش بريس.
عسكريات متوسطية في دورتها الثالثة تحت في هذا العام بآلة العود من 23 ل 31 أكتوبر بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات. عروض كبيرة تستنى فيكم مع أبرز وأمهر العازفين من المتوسط، اليونان، تركيا، مصر، المغرب، سوريا وتونس. تذوق الفن مع أكتوبر الموسيقى. اليوم كل شيء بنيدينا، كل شيء نجمو، جونا نصنعو، واللي فرحنا مع بعضنا نعيشو. مع لي زوفر فلاي بوكس 4 جي تاع اورانج تمتع في الدار انت وعائلتك بدي فورفي يوصلوا حتى ل 120 جيجا انترنت في الشهر على اقوى ريزو انترنت اللي كل يوم يزيد يتوسع في تونس الكل. مع اورانج كل شيء نجمو معاك في اللي تحبو. اورانج Dimanche Presse. Dimanche Presse. كل نهار أحد من نص النهار الماضي ساعتين مع لطفي العامري على راديو مان. Dimanche Presse. مرحبا بكم من جديد، مرحبا بكم في ديمانش بريس. نذكركم اللي ضيوف اليوم الاستاذ صلاح الدين الدريدي المختص في الاعلام السياسي ونائب مجلس النواب الشعب المعلق حاتم المليكي. حكينا على عوده السيده رئيس الحكومه من السعوديه الى حد الان فارغه الوفاق، لانه كما كان يحكي تو استاذنا سي سلاح قال لك ما فماش تصريح وتقييم للزيارة هذه لا على موقع رئاسة الدولة ولا على موقع رئاسة الحكومة. نمشي وتوا للتصريح الآخر للسيد عبد الحميد الدبيبة، واللي تم تأويله أنا في اعتقادي الخاص وتحميله أكثر مما يحتمل. لا هو طبعا أنا والله تحدثنا فيه لطفي آنفا أن التصريح مريتش فيه مس من تونس. هذا يتحدث على الليبيين في وقت ما بعد سقوط نظام معمر القذافي، قال عوض أنه يستعملوا الأدوات الرسمية الآليات الرسمية يعني عبر البنوك باش يخرجوا الأموال متاعهم يخرجوا فيها بالقفف ويتعداوا بطبيعة الحال على تونس، لأن تونس كانت أقرب منطقة لهم، وصلوا حتى يعني المالطا ومن بعد ثم إلى بلجيكا. هك علاش بطبيعة الحال أنه كونوا تونس السلطات التونسية وقت اللي تلقى أي شخص سواء تونسي ولا أجنبي معدي فليجة بالفلوس مش تقوله تفضل تعدى بارك الله فيك، ما مش تم التدقيق فيها باش تم يثبت فيها ويتم زاد هذيك حجز هك الأموال هذيك. هذا اللي تحدث فيه لم يوجه أي اتهام إلى تونس ناهيك، وأنه حتى الناطق الرسمي متاع الحكومة الليبية خرج ووضح المسألة. احنا أحيانا نحمل التصريحات سواء في الداخل أو في الخارج ما لا تحتمل ونسيب وعد نتسيب، وإحنا ما ساهل احنا وقت اللي نتسيبوا اما نتسيبوا على بعضنا. وهنا شفنا احنا كميه الحقد تو اللي موجوده سواء في وسائل التواصل الاجتماعي ولا حتى اللي يغذيها بعض اطراف سياسيه وبعض اطراف حقوقيه، ونقولوا نتحمل مسؤوليتي اللي تو في البلاد معناته ولا لا كميه مهوله جدا. نفس الشيء حتى الاشقاء والاصدقاء ما همش سالمين منه، شوف اش صار مع فرنسا مع ليبيا مع الامارات مع قطر مع تركيا مع غيرها مع المغرب، يعني شيء يعني غريب شيء غريب الدارجه سي سلاح شيء غريب. ولينا نلعبوا بعشانا بصراحه، يعني حرب الكل على الكل في تونس ما عادش تكفي، ولينا معناها ننتهزوا اي تصريح من اي جهه شقيقه والا صديقه باش نسيبوا عليها كميات النيران اللي عندنا كلها، وكان امورنا في تونس هانيه وما نستحقوا الحد وهك الغرور الفارق صراحه. انا نربطها بالكلام تاع سي حاتم انه الدبلوماسيه التونسيه او الدبلوماسيه على الطريقه البرجيبيه ضربت في مقتل خلال هذه العشريه من الحكم، وتدخلت فيها الاصطفافات إن شرقا أو غربا إن داخليا أو خارجيا إلى غير ذلك، ونتج عن هذا الضرب غياب أو تفتت العقيدة الدبلوماسية. كانت عندنا عقيدة محورها عدم الاصطفاف والتعامل مع كل الأطراف بقدر ومقدار. بعد عشرية كاملة أعتقد هذه العقيدة تفتتت. نقطة. نقطة اثنين، في ما أتى بعد 25 جويلية لم نستمع إلى الرئيس يحدد في بيان ما أو مداخلة ما أو فيديو ما ثوابت السياسة الخارجية التونسية، يعني برسك أجوجي كل يوم ويومه
وكل نهار ونهار وكل عركة وعركتها. لم نستمع كذلك إلى رئيسة الحكومة في بيان لها تحدد التوجهات العامة للحكومة ومن ضمنها أساسا توجهات السياسة الخارجية. إذن الاستنتاج عقيدة الدولة ضربت بشكل أو بآخر، وبالتالي على العقيدة الدبلوماسية والعقائد الأخرى إن صح التعبير ممكن في مجال آخر نتعرض لها ضربت في مقتل، وهذا اللي يخلي هذا الجو من التشاؤم، وهذا الجو من ربما الفوضى، وهذا الجو من الضبابية. احنا بيدا ما ناش فاهمين شنو اللي قاعد صاير. يعني تنجم تعتمد سياسة اتصالية العنوان نتاعها مقاطعة الإعلام الوطني، وهذا اللي ماشيين فيه معناها الحكومة ربما أسوة برئاسة الجمهورية، لكن راه ما تنجمش زاد تقاطع الإعلام الخارجي. تنجم هكريت معناها ناهيك، وأنه بعد حذف الوكالة التونسية للاتصال الخارجي اللي ممكن الاحتفاظ بها في توجهات أخرى. احنا كإعلاميين يا سيدي بريس قابلين الأمر الواقع، مقاطعة تامة للإعلام الوطني، لكن هذا ما يكفيش. شفت الإعلام الخارجي، السفارات، البعثات الدبلوماسية، أنت مطالب باش تخرج وتتكلم وتعطي خطاب تطمئن فيه شركائك التقليديين، تعطي فيه العناوين الكبرى نتاع خياراتك الدبلوماسية، وبالتالي وقتها تنتقي الأصدقاء وتعرف من معك ومن ضدك، خاصة الدول اللي انت اليوم محتاج لها. ما ناش نحكو على معناها لسلفادور ولا نحكو على الكمبودج، نحكو على دول العربية شقيقة هي بيدها تعيش في صراعات واصطفافات متاع محاور، هي بيدها تطالبك تقول لك انا تحب نقف معك، قل لي انت شكون، شنو توجهاتك، شنو سياستك الخارجية اليوم. معناها راه وصلنا، لازمنا نقولوها الكلمة ماهيش باهية، لكن هذاك الواقع نوع من العزلة الدولية اليوم تقريبا تونس. بكري حكيت على باكستان، في كلمة باكستان اليوم هي الدولة المحورية الجديدة، من قبل هي قوية، الدولة المحورية الجديدة بعد خروج الأمريكان من أفغانستان. دونك الناس كل حجة إلى باكستان لأنه فاهمين أنه باكستان هي مش تلعب الدور المحوري في بالنسبة ما بعد خروج الأمريكان من أفغانستان. دولة نووية هي في المنطقة. كلاش المملكة تعطي 4.2 مليار دولار، خاطرهم 4.2 في الأخير، 1.2 متاع البترول. باهي نجيو لحكاية ليبيا، استثمار داخلي. التصريح كما قال ابراهيم ما فيش ما يوحى انه تونس يسرقوا فلوس الليبيين، ما قالش الدبيبه الكلام هذا. بو ذكر اسم تونس في ملف عام يتعلق باموال الليبيين ممكن في احراج وممكن بلطف، هي نجمها حتى للخارجيه الليبيه نجم توضح الموقف، وراه عملوا مجهود، عملوا مجهود الليبيين راهو جاوا برشا مرات لتونس وجاوا وشقدوا على طاوله المفاوضات وباش يوضحوا الموقف الليبي. احنا ما نعرفوش نتعاطوا بركه مع الملف الليبي. اخر مره كانت حاجه الى تريما الريسو وحسها خرج من تونس تقريبا مباشرة، بعث وزير والمالطا قال له تمشي تعمل اتفاقية مع المستشفيات ومع المساحات وما عادش حاجتي بتونس الليبية. كيفنا احنا يسون تري تري فراجيل تري سنسيبل، كلمة تهز وكلمة تجيب تفرح به انت وتكبر به هذاك غدوة ينعكس ايجابا على تونس. اذا هو جاي خاصة جاي باش يعتذر وقتها دبيبة تفكروها تستقبله انت بكثير من التعالي والغرور، وبالتالي كانت معناها تلوبي كاش هذا. سمحني رد في الملف، سمحني حتى نضيف حاجة اخرى، وزيرة الخارجية جات هي وزير الداخلية وأيضا وزير الصحة ولم يتم استقبالهم من طرف رئيس الجمهورية. الملف المالي هذا حط على طاولة المفاوضات بين هشام المشيشي وحمد الدبيبة أول زيارة عملتها حكومة تونسية في ليبيا. جاءوا الليبيين حطوا الملف هذا قالوا نحبوا التدقيق فيها على طريق البنك المركزي التونسي، ثم أموال فيها شبهات متاع وقع ابتزاز ليبيين باش يسووا لهم وضعياتهم دخلوا بفلوس، فما شبهات على جيل دي زافوار، خاطر فما كما تحكي انت ناس وقع حجز الأموال متاعها في تونس، تونس تقول عندي قافي ويلزمني نلتزم بالشفافية الدولية وتمويل الإرهاب وما إلى ذلك، وفما ناس يقول وقع حتى تزوير ملفات ووقع استيلاء على أموال. من ثلاثة شهور من عندها ستة شهور الحكاية ذي لليوم تونس ما عطتش وقتها تعهد محافظ البنك المركزي وقال باش نظروا في الملف هذا. نرجع لكلامك على الدبلوماسية التونسية، لليوم التوانسة عندهم من أحسن السفراء، عندنا من أحسن السفراء من ناحية التقنية. قول له باش تعمل يرجلك الأمور، حاجتي برجال الاعمال يجيبك رجال الاعمال، حاجتك بالسياسيين في الدوله هذيك يجيبك سياسيين، حاجتي بصياغه بيانات، حاجتي بلقايات، حاجتي بلوبينغ. عندنا من اعز السفراء ولاد الخارجيه التونسيه، فاهمين البلدان نتاعهم وفاهمين الطرح بالكدي ويعرفوا يخدموا بالكدي. شكون مشكلتهم؟ ما باش كومش يقولوا شو تعملوا.
ما فماش كومش يقولوا مش تعملوا. انا قول لي ماني انا سفيرك في باباكو، ماني سفيرك في واشنطن في باريس، قول لي انت سياستك شنو في المنطقه هذه؟ تو نركح لك هنا الجو، السفارات نتاعنا يعرفوا يخدموا بالقدا. بل بالعكس المعلومات اللي قاعده توصل. نعطيك مثال بربي من غير مثال بسيط من غير تدخلات. بعد 25 جويلي مشينا نحينا بدلنا سفينه في الولايات المتحده وبعثنا امراه من اكفأ السفراء راهي مشات، لكن مسكينه المراه هذيك مش تدخل على الولايات المتحده توا، يلزمها 6 شهور باش تتعرف على سيناتور وتتعرف على كونغرسمان وتتعرف على ستيت ديبارتمنت الخارجي وتتعرف على الواحد. هي توا اليوم احنا في الولايات المتحده ما عندناش صوت يدافع على 25 جويليه، ومن بعد نقولوا كيفاش الدنيا ماكله بعضها وجماعه النهضه والمصمود يعملوا في اللوبينج. انت ما عندكش الشخص اللي كان مفروض يدافع على الملف التونسي وال25 جويليه نحيناه، بعثنا عبد اخر يحب له 6 شهور باش يتعرف على العباد. ربما زاد رئيس دوله في اطار فلسفته السياسيه يعتبر انه حتى السفراء ولا دبلوماسية ككل هي من الأجسام الوسيطة التي لا يحتاجها، ويحب يتحاور ربما مع زعماء العالم مباشرة، هذا إذا ما تحب تتحاول مع شعوب العالم. النقطة الأخيرة اللي أنت لهنا 30 ثانية اللي قلت أنت السيادة يا ودي، أي شعوب العالم وأي رؤساء العالم يسمعوك تحكي على السيادة يصفقوا لك الكل، أما من بعد يسألوا قال له السيادة هذوك أمورهم رجلة عندهم اقتصاد قوي وفلوس ومعنا، يقولوا لهم ليه راهم فقارة ويتسولوا. ثابتة شوي نرجع لك الكلمة نتاع المرحوم. هات سيدي نمشوا في كما قلنا أهم حدث إعلامي صار في تونس، وهو غلق قناة نسمة إذاعة القرآن الكريم، وثم حنا بعل تختتم القائمة ليلة الجمعة. بطبيعة الحال ما نجمو كان نعرب على مساندة تامة وتضامنا مع الإعلاميين والتقنيين والعمل في القنوات هذه، ديما مؤلم جدا وموجع جدا أنك تحل قناة تلقاها ظلمة. هذه بطبيعة الحال مهما كانت التعالات والأسباب ما ينجم كان يألمنا ويوجعنا، وذاك علاش نتمناه أنه الإجراء هذا يكون ظرفي ويتم تجاوزه في أقرب وقت. لكن ما بين تطبيق القانون ولا بيرسيبسيون تاع الشيء اللي صار، ذاك علاش فما تفكر فيلم اسمه عفوا أيها القانون. ساعات القانون كيفاش ريتها انت سي سلاح بصفتك مختص معناها في الشأن الإعلامي؟ نعم قل لك قايل اخويا زاد الهيكة سبق ونبهتك العديد من المرات، والقنوات هذه ما التزمتش بالقوانين، فقال الهيكة استغلت الفرصة هذه نتاع انفاذ القانون وشمعت الزوز. والله سي لطفي بغض النظر عن شكون عنده حق وشكون ما عندهش حق، شكون اللي غالط وشكون اللي مش غالط، المؤشرات ربما التي يتوقف عندها هي كالآتي. المؤشر الأول هذا دليل على الفوضى السائدة في المنظومة الإعلامية وفي المنظومة القانونية والمنظومة الإجرائية بعد 10 سنوات من حرية الإعلام. 10 سنوات عشرية كاملة من ممارسة الحرية، حرية الإعلام، ومن ممارسة التعديل الإعلامي على يد الهيكة وخبرها. المؤشر الثاني اللجوء إلى القوة العامة شيء يألم في ظرف تمارس فيه حرية الصحافة. أنا شفت في الدولة الوطنية ودولة الاستقلال لم يتم اللجوء إلى القوة العامة لغلق مقرات وسائل الإعلام، ربما تم استخدام طرق أخرى لإجبار على الغلق، لكن أن تتولى الدولة استخدام القوة العامة في مجتمع ديمقراطي. القوة العامة زادة داخلة في تنفيذ القانون، علاش نخافوا منها كلمة القوة العامة؟ هاوجي ثلاثة القوة العامة، والله رجعت حتى لتاريخ الصحافة تحت الاحتلال الفرنسي وفي الفترات التاريخية اللي اشتد فيها الحكم هنا باعتبار معناه تشدد الحكومات الفرنسية في باريس، لما تكون حكومات يمينية يشتد معناه تضييق الخناق. والله القوة العامة لم يتم استعمال، لم يتم استخدام. علاش نقول الكلام هذا؟ لما تلجأ الدولة إلى استخدام القوة العامة هذا دليل على الفشل الواضح في التعديل الإعلامي بالطرق المقبولة، التفاوض، الاستماع للمعنيين، طرح المواضيع، المساءلة، التسائل، البحث عن الحلول التي ترضي الجميع، وهذا غير موجود منذ 10 سنوات. أتصور أنه الهيكة عمرها ولا قابلت
مالكي هذه القنوات عمرها ولا تفاوضت مباشرة مع ديما الرد؟ لا سار تفاوض، لا سار تفاوض في مرحلة أولى، صار جلسة تفاوض في مرحلة أولى. في كل الأحوال نحن نحكم على النتيجة. علاش لطفي؟ أنا عندي تفسير. الدولة تم استبعادها من تعديل المنظومة الإعلامية منذ 2011 بحذف وزارة الاتصال، بحذف الوكالة التونسية للاتصال، بإنشاء هيكل جديد لإسناد بطاقات الصحفي المحترف إلى غير ذلك. الهاجس هو كان أنه نخشى أن تستبد الدولة مجددا بالمنظومة الإعلامية. هذا خطأ، لأنه كان بإمكاننا أن نضع تصورا جديدا لدولة تحمي حرية الإعلام وتحمي حرية الصحافة من خلال هياكل رسمية، وزارة الإعلام أو مجلس أعلى الاتصال أو مرصد وطني للإعلام، والذي يتولى النظر في هذه الجزئيات. لأنه بصراحة الهيكة قد تكون الأحداث تجاوزت بسبب قلة الخبراء، بسبب ضعف الهيكل، بسبب ممكن عدم قدرة الهيكل على الإلمام بكل مشاكل القطاع. اللي عملناه مع الدولة احنا استبعدناه وخليناها تقتصر على صرف أجور القطاع العام، وكالة تونس أفريقيا الأنباء، الأبريس، الإذاعات والتلفزيون، يقتصر دورها على صرف أجور ورواتب أعضاء الهيكل، معنى الهيئة التعديلية. ربما أحيانا يتم اللجوء إلى الدولة في الأزمات، مثلا في أزمة الكوفيد تم اللجوء إلى الدولة لطلب يعني مساعدات للصحافة المنكوبة من جراء هذه الأزمة الصحية. ربما أيضا يتم اللجوء إلى الدولة لطلب توزيع أكثر عدالة لموارد الإشهارية أو موارد الإشهار العمومي. إذن مستبعدة. لو كانت الدولة مقحمة إقحاما مباشرا في عملية التعديل ممكن ما كناش نوصل. يعني جول الخلاصة أنه انحراف الدولة الوطنية لا يعني بالضرورة إلغاء الدولة الوطنية. واضح أن نخدم توا بالقاعدة هذه، انحرف البرلمان فألغينا البرلمان. يعني ممكن إصلاح الدولة بدل إلغاء الدولة، إصلاح المؤسسات بدل إلغاء المؤسسات. ثم كما كان يحكي لك احنا 10 سنين ثورة ضد الدولة، اجتثاث تقريبا مقومات الدولة، معناها زيرو إيتا، ووقت تستحق تولي تحب على بلوس ديتا. جينا في الأزمة نتاع الصحية، وين الدولة؟ وين السبيطارات في القراية؟ وين المدارس في الكيران؟ وين وانا في النقل؟ وين الكيران؟ إيه نحبوا لتا ولا زيرو إيتا ولا نحبوا 100%؟ علاش ما نلقاوش لو جوست ميليو تحضر فيه الدولة ونحافظ على الدولة دون أن تتحول إلى دولة مستبدة مجددة؟ هو بالفعل الملف هذا للأسف قاعد يتجبد في توقيت غلط، خاطر كل المرات اللي حاولت فيهم الدولة باش تمشي تنفذ على القنوات الخارجة على القانون في إطار القانون اللي موجود، كان ديما فما شبهة علاقة سياسية بالتحرك هذاك. تذكروا إيمات يوسف الشات، تذكروا توا في الفرحة الأخرانية، ديما فهم. أنا ديما نقول رأي الدولة ماهيش كيما العباد. الدولة ما تجيبش تكون شمايتية، الدولة ما تجيبش تكون تخدم في مخها مع المواطنين. الدولة رأي جهاز أرفع وأرقى بكذلك. أنا في بلاصة الدولة الحالية رأي الجمهورية كنت نركز مباشرة على استصدار القانون اللي أعادته الهيكة ونقابة الصحفيين ورئاسة الحكومة، اللي هو ضربنا عليه بالبنية في البرلمان باش ما يتعداش مقترح ائتلاف الكرامة اللي يحب يبتز المشهد الإعلامي. وقفنا نحن ونواب وقفوا صحفيين واتحاد عام تونسي للشغل وبالسيف، قلنا ما يتعداش حتى كان عندكم الأغلبية. صحيح عندكم الأغلبية أنتم النهضة وقلب تونس وش اسمه والكرامة، أما ما يتعداش القانون هذا إضرار بالمشهد الإعلامي. كنت نفضل أنه رئيس الجمهورية يمشي في استصدار القانون المتعلق بالقطاع السمعي البصري. أول حاجة نوضح الوضعية، ناخذ قانون تشاركي خدمته العبيد الكل، شارك في اتحاد عام الشغل في نقابة الصحفيين، ونعطوا إطار قانوني جديد، وعلى ضوء الإطار القانوني الجديد ندعو كل القنوات لتسوية الوضعيات متاعها بمدة إمهال، ونحطوا ملف العاملين في القطاع إذا كان صار غلق شنو هو مآل الناس اللي تخدم في القطاع ده. هذيش معناه بالنسبة لي أنا الدولة تخدم وتحترم مواطنيها وتحب تصلح، ما تحبش تصفي الحسابات. للأسف تحت اسم تطبيق القانون راو تنجم تصير تحته جرائم كبيرة، راو تطبيق القانون تستعمل فيه الدكتاتوريات زيادة، راو يصفوا بين حسابات الدكتاتوريات. الظرف مش معناه ديما كيكا، الظرف الخاص يتمر به تونس ما بعد 25 جويلية، واللي
يكون من الصعب جدا أنك تبرر قانونيا غلق زوز قنوات تلفزية. يعني من الصعب أن تسوق هذا القرار على أنه أخرج برا، أخرج الخارج. لا نحكي على الخارج، نحكي على الخارج جوستمو، مانيش نحكي على تونس. احنا هنا نتبعوا في الكويزين انترن دونك واقفين على التفاصيل، ومع ذلك عندنا احترازات. كودير نحكوا على الأوبينيون بيبليك ترانجي اللي يستنى فيك ولا في الدورة، وقت اللي توقف له انت صحافي وتحاكم ومحاكمة عسكرية ثم تغلق زوز قنوات تلفزية، ما ينجمش الطرف الأجنبي يقراها قراءة خلف أنه البلاد قاعدة داخلة في ديكتاتورية، ثم أنه في غياب الدبلوماسية متاعنا على جميع المستويات السياسية والإعلامية وغيرها، شكون باش ينجم يعطي القراءة الصحيحة لهذين القرارين؟ لا أحد تقريبا. عندك كذا شهور إجراءات منع السفر على المواطنين، برا فسر له أنك حطيت عباد في الإقامة الجبرية وخرجتهم، ولا قلت لهم علاش حطيتهم؟ لا سي حاتم، برا فسر له تغلق، برا فسر له. التوانسة يفهموا ربما اللي ما همش ملاهين برشا بالأمور هذه، راهو الفصل الثاني نتاع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ينص على ضرورة أنه تونس تحترم الديمقراطية، حرية التعبير، حرية التنظم، وبطبيعة الحال حرية الإعلام. واحنا تو هاك متراول الأزمة مع الاتحاد الأوروبي، تزيد انت تهديلهم زوز هدية تقريبا مجانية. سي سلاح انهي معاك النقطة. كنت تحدثت عن غياب العقيدة الدبلوماسية في موضوع الحال، أتحدث عن غياب العقيدة الإعلامية والعقيدة الاتصالية، ومن معالم الأزمة بتاعنا هو غياب هذه العقيدة. عودة إلى موضوع الهيك، في قالب بعض الموضوع مرتبط بملكية وسائل الإعلام وبطرق تمويل وسائل الإعلام، وربما يعني إقامة الحواجز أمام التمويلات المشبوهة. هذا الموضوع ليس مطروحا بالجدية المطلوبة، وليس مطروحا بالتعمق المطلوب، وليس مطروحا بالوضوح المطلوب. نطرح سؤال يعني على سبيل الطرح، هل أن وسائل الإعلام كلها يعني شفافة من حيث المنظومة القانونية، ومن حيث المنظومة التمويلية، ومن حيث يعني منظومة التعامل مع أطراف خارجية؟ لا، يعني إلى حد الآن ما تنجمش تقول كل وسيلة إعلامية شكون اللي يملكها، وش يدخل فيها فلوس، وش يخرج فيها فلوس. يعني يقول لك سلاح هوني معك إبراهيم، الساعة الأولى هل كان من الأفضل يعني توجيه ربما تنبيه آخر وإمهال قناتين مدة زمنية قصيرة يريقلوا فيها أمورهم، بدل الذهاب إلى الغلق اللي يكون الضحية متاعه معناها عشرات من الزملاء كما قلنا والتقنيين والعمل وغيرهم؟ فعلا أنا ما نعبر مرة أخرى على تضامني مع كل العاملين في قناتين نسمة وحنا بعل. نجي كون المسألة كما حكيت أنت على البرسيبسيون، شنية في الخارج أنه تم إيقاف صحفي والزج به في السجن مهما كان، ما هوش بشي لوج على الديتاي اش عمل وش يتكلم وش قال في الرئيس ولا في غير الرئيس. نفس الشيء بنفس الشيء بالنسبة لزوز قنوات إعلامية ومعروفة قنوات إعلامية خاصة. كان من المفروض، صحيح أن الهيكة حارست على تطبيق القانون، صحيح أنه في وقت ما المالكين لهاتين القناتين ستلكوا في الاستجابة على القرارات ومطالب الهيكة، ولكن كان من الأفضل خاصة ونحن نعرفوا أنه هم ماشيين في تسوية الملف متاعهم والوضعية متاعهم، أنه على الأقل إمهالهم مدة أخرى خاصة في هذا الظرف بالذات، كونه باش يسوي الوضعية متاعهم ومن بعد تنجم تطبق عليهم القانون. واضح ما نتمناه أكيد جميعنا هو أن تكون الغلق هذا غلق مؤقت، غلق استثنائي إن شاء الله يحضر شاهد الأقل ونلقاه حل. راو كل من طفأ صوت إعلامي اتفقنا معاه اختلفنا معاه إلا ومثل ذلك انتكاس للمسار الديمقراطي، هذا المسار الذي دفعنا فيه الغالي والنفيس، تقريبا بلاد كاملة دمرناها من أجل نجاح هذا المسار، وخاصة مسار 25 جويلية ما نحبوش يبدأ يطلق في النار على أصابع قدميه بهكذا قرارات تظهر لنا احنا تطبيق للقانون، لكن خصوم 25 جويلية في الخارج يسوقونه على أنه انتهاك للحريات. تكرم لطفي بسرعة بربي. احنا توسيلة الاتصال الرسمية الوحيدة لرئاسة الجمهورية مع الشعب التونسي هي فيسبوك.
هكا ما الصفحه الرسميه فهمت الطاب شنو نعملوا بها؟ لا باش نجيك عاد بسرعه 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 ولا نرجع لك بعد. رئيس الهيئه المعطيات الشخصيه عنده 6 شهور ينبه يقول حبسوا الفيسبوك نتاع الوزارات نتاع رئيس الجمهوريه. راهو الفيسبوك ماهوش ملكنا، مانيش نحن نملكوه، مانيش نحن نراقبوه، راهو اللي تكتب وشكون كتب ومن ادريس اي بي، راهو تحليل المعطيات والمعلومات على تفاعل المواطنين مع رئيس الجمهوريه مع اي وزاره من الوزارات، مخزون المعلومات راهو عندهم هو مش عندنا نحن. هذا تو نحكيك عليه الملف هذا ملف خطير جدا راهو نرجعوا له.